التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة الجديدة والمحافظين ونواب الوزراء والمحافظين، وذلك عقب أدائهم اليمين الدستورية. وخلال الاجتماع وجه الرئيس السيسي باستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي على جميع الأصعدة، مع إعطاء الأولوية للتخفيف عن المواطنين وتحقيق طفرة ملموسة في المجالات الخدمية وعلى رأسها الصحة والتعليم. كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة وتعزيز جهود صون الأمن القومي المصري والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في مجالات مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك مواصلة العمل على ترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بين جميع المواطنين. كما أكد الرئيس السيسي أهمية التطوير الشامل للسياسات والأداء الحكومي بما يتواكب مع حجم التطلعات وكذلك التحديات خلال المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الاستفادة من الخبرات السابقة. تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب فلسطين، ويبحث الاجتماع سبل مواجهة جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة وتقويض صلاحيات الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. قالت حركة حماس إن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية أجرى اتصالات مع الوسطاء في مصر وقطر بشأن أفكار للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة. وأضافت الحركة في بيان أنها تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بهدف التوصل لاتفاق يضع حدا للعدوان الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تدرس رد حماس وستقدم ردها للوسطاء. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وأعلنت مصادر فلسطينية انتشال 4 شهداء وثمانية مصابين بعد استهداف طائرات إسرائيلية بناية سكنية في حي الدرج بغزة. من جانبها أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط خلال معارك شمالي قطاع غزة. وكانت مصادر فلسطينية قد أعلنت في وقت سابق استشهاد 33 شخصا في الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. صادقت إسرائيل على مصادرة 12.7 كيلومترا من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وقال بيان لمنظمة السلام الآن إن تلك المصادرة تعد الأكبر منذ 3 عقود، واصفا إياها بأنها ضربة جديدة للسلام بالشرق الأوسط. وبهذه المصادرة ترتفع مساحة الأراضي التي أعلنتها إسرائيل أراضي دولة منذ بداية العام إلى 23.7 كيلومتر مربع. تبادلت قوات حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف على طول الحدود، وأكد حزب الله اللبناني أنه أطلق رشقة صواريخ من القطاع الشرقي جنوبي لبنان باتجاه شمال إسرائيل، كما استهدف الحزب موقع السماق الإسرائيلي في تلال كفر شوبة بالأسلحة الصاروخية. هذا وشنت قوات الاحتلال عدة غارات على جنوب لبنان، حيث أعلن حزب الله مقتل القائد محمد نعمة في غارة إسرائيلية. انطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية في بريطانيا، وتشير الاستطلاعات إلى فوز حزب العمال بقيادة كير ستارمر، وهو ما قد ينهي 14 عاما من حكم المحافظين الذي شهد تعاقب 5 رؤساء وزراء بينهم 4 اضطروا للاستقالة. We take the numbers because we're tellers for Labour. We're allowed to do it.
خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، تعهد جميع حكام الولايات الأمريكية الديمقراطيين بدعم بايدن في سعيه للبقاء في السباق الرئاسي والفوز بولاية ثانية. وقال حاكم ولاية ماريلاند ويس مور للصحفيين في البيت الأبيض إثر الاجتماع إن حكام الولايات اتفقوا على دعم بايدن، في حين قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم فالز إن بايدن أهل لتحمل أعباء المنصب بعدما أطلق أداؤه في المناظرة دعوات لانسحابه من السباق الرئاسي. انتهى موجز التاسعة.